متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لهذه الليلة ونهار يوم غد. هذه الليلة يكون طقس بارد نسبيا إلى بارد ورطب بشكل لافت في أجزاء واسعة من المملكة، ويبقى الطقس لطيفا هذه الليلة في سواحل البحر الأحمر، وترتفع نسب الرطوبة السطحية في مناطق واسعة من المملكة، الأمر الذي قد يتسبب بتشكل الضباب وتشكل الغيوم المنخفضة في أجزاء واسعة من الحدود الشمالية وشرق حائل وأجزاء من القصيم وصولا الى شمال منطقه الرياض. وبالتالي ينبه هذه الليله من خطر تدني مدى الرؤيه الافقيه على هذه الطرقات في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر والفجر نتيجه الضباب والغيوم احيانا المنخفضه. اما نهار يوم غد فيبقى الطقس باردا نسبيا الى مائل البروده في شمال ووسط المملكه، ويبقى معتدلا الى مائل الحراره على سواحل البحر الاحمر بما في ذلك مدينه جده وغرب الحجاز ومناطق التهامه. ويكون الطقس ايضا ضبابيا خلال ساعات الصباح الباكر كما ذكرنا مسبقا، ويتلاشى وينقشع الضباب تدريجيا مع ساعات الصباح المتاخره. هذا وتستمر الاجواء مستقره دون توقعات لهطول الامطار في اغلب مناطق شمال ووسط وغرب وشرق المملكه، في حين يحتمل هطول زخات متفرقه من الامطار على مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات العصر وربما حتى سواحل جازان مع ساعات الصباح. وتشمل فرص الامطار ايضا جزيره فرسان، ويتوقع ان تكون الهطولات رعديه احيانا على مرتفعات جازان وعسير. كما وتظهر سحب منخفضة قد يتخللها بعض من زخات الأمطار، وذلك في مناطق شرق المملكة تحديدا على سواحل الخليج العربي. الرياح عموما تكون شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، بينما تكون متغيرة الاتجاه وخفيفة بمناطق شمال البلاد. أترككم الآن مع توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى وحالة الطقس في مدن ومحافظات المملكة.